FM. الكلمة ليك. دونك انا لازم نردوا بالنا لاني مانيش قاعد نخلق في نمو اقتصادي ايجابي، لاني ما عادش عندي استثمار في بلادي، لاني قطاعات حيويه اليوم واقفه كما القطاع السياحي في تونس، ولاني في نفس الوقت معناتها عندي تفاقم في العجز في الميزان التجاري وغيره من الموازين العامه. دونك ما عادش عندي انا كدوله موارد لازمه وكافيه باش نجم من جابها الحجم الكبير نتاع النفقات اللي قاعدين نزيدوا. ناهيك وانه في ميزانيه 2016 13 مليار دو دينار معناتها شهري اجور على ميزانيه نتاع 29 مليار دينار، معناتها 70% من النفقات العموميه شهري. اش ولينا نعملوا؟ ولينا ناخذوا في الجبايه ونرجعوا فيها شهري. اي وضع المشاريع والتلك. دونك فينو خلق الثروه؟ وفينو معناتها محركه النمو فينهم والرافعات؟ وفينو الاستثمار العمومي اللي لازم يصير فهمتني باش يحرك الاستثمار الخاص؟ هذا الكل غايب، ولينا دو بريكولاج، رقع جيب من هنا هذه غطيها من الغادي وهذيك، وهامش ونفهموا ساعه ساعه الحكومه الحاليه لانه هامش تحرك قل عليها. معناتها ثلاثة سنين عام كامل ثلاثة أحداث إرهابية وقفت لها البلاد، كمل الموارد نقصت، النمو الاقتصادي ضعيف، فهمتي؟ وتزيدها في النفقات العمومية. الكلمة ليك.